طيب في صورة حاطتها وسام على الانستغرام، حاطت قدامه برجر وكل المأكولات الكوليسترول. اوكي. وحاطت بلشنا دغري بوسام. وحاطتي له انت I'm dying now الكومنت. انا قلت she's dying now انه قد منه حلو اللي بحبه ولا dying لانه الاكلات كتار ولا شو؟ لا لا، في انسايد جوك اتس فن اتس جود لانه كمشتيها ما حدا بينتبه على هدول التفاصيل. في انسايد جوك بيني وبينه، اوكي، هو حاطط لانه باي ذا اميزنج فوتوغرافر سارة ابي كنعان. في دائما انسايد جوك انا وياه انه اول ما الكوبلز يكونوا مثلا مع بعض او يعلنوا انه مع بعض كثير they overdo it على السوشيال ميديا، انه my fiance took that, my hubby took that, by my hubby, by my بيفلقونا. وكنا نحن نضحك على الموضوع ونقول انه بليز ليتس نوت بي هيدا. حطيت له I'm dying now. قلت له I'm dying now انه لانه هو قصد حط تحت by the amazing انه عمل لي تاج. انه كان في ما يحط بس فيك تكوني ما لحقت الانسايد جوك، فيك تكون انه you're dying انك شايفتي هالقد قمر يعني. في كمان لانه قمر. كم مره حبيتي بحياتك ساره؟ انا ثلاث دقائق قد ايه عشان تعجلي؟ لا بتصور مره. قد ايه؟ بتصور مره واحده، كلهم بيقولوا لي انه لا حتى لو كان من طرف واحد، كم مره حبيتي؟ لا هو يعني اكيد كنت تعرفت على شباب وكنت على علاقه بشباب، بس اكتشفت انه المره الوحيده اللي عن جد حبيت هي هلا. ايه صحيح هالحكي، بس السؤال ما له علاقه بهذا الموضوع. السؤال له علاقه، اللي بديش السؤال هلا، له علاقه بكم مره عرفنا حدا او كان في يمكن يكون في علاقه. ثلاث مرات. اوكي. شيء كان كثير طفوله، شيء كان مفكره حالي انه عم بتعرفتي انه هيد خلص ذات ست، بتفكري حالك بالعشرينات فهمانه الحياه وهيدا هي. بعدين بتكتشفي انه لا هيدا النضوج. عرفتي اطول علاقه قد ايه كانت؟ 8 سنين. وعامله لي فيها طفله وما طفله. ايه فرجينا الفيديو لانه طفله الواحد بيضل 8 سنين. فرجينا الفيديو. Did you know that if you lined up all of your exes in a row you could see a flow chart of your mental illness? بيقول did you know that if you lined up all your exes in a row you will find out شو هي المنتل إلنس تبعيتك انت. اوكي من choices تبعولك كلنا هيك. شو هي ابشع صفة بكل واحد حبيتيه اللي عملوا لك عطب نفسي او غيروا فيك شيء او قررتي ما بقى تكوني هيدي المرة اللي هيك؟ واو. هلا حسيت حالي خلينا نبلش بأول واحد اكس. اكس شو كان العطب اللي فيه اللي دوخني وتوبني؟ ليك حرام عن جد. هلا كمان بدي اقول انه كانوا كلهم بجننوا. يمكن اللي طلعناه من بعد كان شوي which makes sense انه عن جد if you lined up all your exes ببين شو عم بتنقي. في اكس يعني في mainly اكتشفت انه في نرجسية توكسيسيتي من ناحيه انه يمكن مش متصالحين كثير مع بيحبوا يمكن انه نحن الرجال والمراه يمكن ما لازم تكون هالقد اخذ ال اوكي سي سيد يعني اول واحد كنترول. ايه طب اذا بكلمه واحده بدي اقول واي شو اللي ورا تبع 8 سنين ولا بعد في واحد قبله؟ ايه لا اللي ورا مش تبع 8 سنين بلا. اكس واي زد قلتي لي ثلاثه قلتي لي الثالث في سام. طيب واي شو كانت صفاته اللي انجر ايشوز؟ انجر ايشوز. طيب والعطب اللي فيكي هلا من ورا هول القصص؟ ما في عطب فيه اكشلي، بالعكس. اي ليرند انه انا اكون لينينت اكثر، واي ليرند انه ما تو بليم الشخص اللي بوجهك، لانه ايام مش بس قلة ثقته بنفسه للواحد بتعمل اللي الشخص اللي بوجهك بتعمل هيك، ايام انت كمان لكن هن شو بيقولوا كلهم عن فعلك. شو بيقولوا اثنيناتهم عن ساره شي كومن؟ شو بشوف فقعتيهم اثنيناتهم بشو؟ يمكن انكنترولبل، بحب الحياه كثير، هذا الشيء العالم مش سيعني. اوكي عرفتي؟ اوكي. When you search for a girl بدك اياها تكون عندها يعني خلص بدها تقعد بالبيت وتعمل لك بده يربطك، بده يربطك يعني بده يربطوك. ما كان فيني بهالعمر، انتبهي هو كل عمر له حقه. انا هلا بحب اعمل عائله، بحب، بس برضه حتى لو عملت عائله ما بدي اكون شخص، بس ما بدي اكون امراه بس بالبيت.